بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 60. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، أبوه حاتم المشهور بالجواد، مات في الجاهلية ولم يدرك الإسلام وكان نصرانيا، وكذلك ابنه عدي حل محله وكان نصرانيا، ثم من الله عليه بالإسلام فأسلم، حسن إسلامه وصار من قادة المجاهدين في سبيل الله رضي الله عنه. قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة عن الصيد، فهذا فيه دليل على أن المسلم إذا أشكل عليه شيء فإنه يرجع إلى أهل العلم ليبينوا له الصواب، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يعمد الإنسان على رأيه أو على ما أدرك عليه الناس من غير أن يعلم أن ذلك موافق للشرع أو مخالف، لا سيما في أمور الأطعمة التي هي غذاء الأبدان، فيجب على المسلم أن يتحرى فيها وأن يتوثق من حلها حتى لا يأكل حراما أو مشتبها. سأله عن مسألتين: مسألة الأولى إذا أرسل كلبه المعلم يعني المدرب على الصيد وذكر اسم الله عليه عند الإرسال بأن قال بسم الله، فهل يأكل ما صاده وإن قتل الجارح الصيد؟ قال: نعم، كل وإن قتل. فيكون إرسال الجارح المعلم مع ذكر اسم الله عليه وقتله للصيد بمثابة الذكاة. الله جل وعلا يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. بهذين الشرطين: أن يرسل الكلب المعلم إلى الصيد وأن يذكر اسم الله عليه. فما صاده إن أدركه منقتلا بالصيد فهو حلال، وإن أدركه حيا فإنه لا بد أن يذكيه كما سبق، لأنه تمكن منه وهو حي فلا بد من تذكيته. هذه مسألة. إلا إذا وجد مع كلبه كلبا آخر، هذه مسألة ثانية. إذا وجد مع كلبه كلبا آخر فإنه لا يأكل خشية أن يكون الذي صاده الكلب الآخر الذي لم يرسله ولم يذكر اسم الله عليه، فيغلب جانب الحظر، لأن هذا محتمل أنه حلال إن كان صاده جارحه، وأنه حرام إذا صاده غيره، فيغلب جانب التحريم فيترك هذا الصيد.
تغليبا لجانب الحظر. وهذه مسألة عظيمة، وهي ترك المشتبه، ترك ما فيه ريبة خشية أن يكون من الحرام، كما سبق في حديث العرباض بن سارية: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه مسألة، ثلاث مسائل. المسألة الثالثة: إذا قذف سهمه أو معراضه، والمعراض هو العصا محدد الرأس، آلة صيد، آلة صيد محددة الرأس، يرميه على الصيد ليصيبه به بحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت المعراض فما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. فدل على أن السهم أو المعراض لا بد أن يجرح، لا بد أن يجرح الصيد، فإن ضربه بعرضه غير المحدد فانقتل فإنه حرام، لأنه يكون من الموقوذة، والموقوذة نوع من أنواع الميتة، وهي التي قتلت بمثقل. الموقوذة هي التي قتلت بمثقل كالحجر ومتن العصا ونحو الخشبة ونحو ذلك، هذه موقوذة، إلا إن أدركه حيا كما سبق فإنه يذكيه ويأكله. هذا صيد المعراض، ما أصاب بحده وجرح فإنه حلال، وما أصابه بعرضه وضربته فإنه لا يؤكل إذا مات بسبب ذلك، لأنه موقوذة. نعم. وحديث الشعبي عن عدي نحوه: وفيه إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل. هذا قيد آخر لما صاده الكلب الشخص المعلم، فإنه يأكل ما صاده إلا إذا أكل منه الكلب. إن صاده أو أمسكه ولم يأكل منه فهو حلال، لأنه أمسكه لصاحبه. الله تعالى يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم. أما إذا وجده قد أكل منه فلا يأكله، لأنه يكون صاده لنفسه ولم يصده لصاحبه. صاده الكلب لنفسه بدليل أنه أكل منه ولم يصده لصاحبه الذي أرسله، فكان ذلك مخالفا لقوله تعالى: مما أمسكنا عليكم، فيكون الحديث مفسرا للآية موضحا لها. نعم. فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ولم يمسك لصاحبه. نعم. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. هذا كما سبق، إذا وجد مع كلبه كلبا آخر أو عدة كلاب فإنه لا يأكل ما وجده مقتولا، فإنه لا يدري أي الكلاب قتله، فربما يكون غير كلبه، يكون غير كلبه، فيغلب جانب التحريم، جانب الحظر. والوصوليون يقولون: إذا تعارض حظر وإباحة فإنه يغلب جانب الحظر احتياطا للذمة وابتعادا عن الحرام. ودليل هذا الأصل مثل هذا الحديث. نعم. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. هذا العلة، أنك لم تسمي على بقية الكلاب، والله جل وعلا يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فربما يكون صادها الكلب الذي لم يسمي عليه، فيكون الشرط مفقودا فلا تحل. نعم. وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه.
إذا أرسلت كلبك المكلب، كذا عندكم مكلب معلم. نعم المعلم ذي من هذه مكاتبها المعلق أو الشارح. نعم هذا آفة أن الإنسان يدس شيء في الحديث ما هو من أصل الحديث، بعدين تروح الأقواس ويدخل في الحديث. نعم إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه. المكلب هو المعلم، ما حاجة إلى كتابته، هو المعلم. مكلبين يعني معلمين. نعم فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه قد قتل، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. هذا يؤكد ما سبق من أن ما أصابه الكلب المعلم ومات بإصابته له فإنه حلال. أكلوا مما أمسكنا عليكم فإنه حلال. نعم وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. نعم كما سبق إذا أرسلت المعراض وذكرت اسم الله عليه. نعم وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. نعم هذا فيما إذا لم يجد الصيد في الحال بل تأخر العثور عليه، تأخر العثور على الصيد، فهذا ينظر، فإن كان فيه أثر سهمه أكل منه، وإن لم ير فيه أثرا لسهمه فإنه لا يأكل منه. نعم وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، وهذا أيضا الحاق فيما سبق أن الصيد إذا احتمل موته بالصيد وموته بغير الصيد فإنه لا يؤكل أيضا من باب الاحتياط، كما إذا وجده غريقا في ماء، مثلا رميت طائرا فسقط في الماء وجدته ميتا، يحتمل أنه مات بالإصابة ويحتمل أنه مات بالغرق أو غيره من الصيد، أصابه الكلب وسقط في ماء، فهذا يحتمل أنه مات بالاصطياد ويحتمل أنه مات بالغرق، فلا يأكل منه تغليبا لجانب الحظر. ومثل لو سقط في النار أو في أي شيء يقتل فصار محتملا للحلال والحرام فيغلب جانب التحريم. وهذه الاحتمالات كما جاء في الأحاديث، إما أن يجد مع كلبه كلبا آخر أو كلابا، هذا يدخله الاحتمال. ثانيا إذا وجده متأخرا ووجد فيها آثار سهام غير سهمه فلا يأكل منه لأنه لا يدري بأي الإصابات مات. ثالثا إذا وجده غريقا في ماء فلا يأكله لاحتمال أنه مات بالغرق ولم يمت بالاصطياد. فكل هذه الاحتمالات تجعل الإنسان يبتعد عن هذا الصيد تغليبا لجانب الحظر. نعم وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك أو سهمك أو سهمك. أي نعم نعم. وعن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث. نعم هذا فيه دليل على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب لأجل اللعب عليها أو الرفاهية بها أو تقليد الكفار، لأن الكفار يغذون الكلاب والقطط ويبالغون في إكرامها وتنظيفها وغسلها
الحمام والصابون ويعتنون بالكلاب لغير فائدة، إنما مجرد هواية فقط، ولأنهم ليس لهم أسر يستأنسون بها، يكون الواحد وحده في غرفته أو في شقته فيتخذ الكلب أو الكلاب لأجل أن تؤنسه، لأنه ما عنده أولاد ولا أحد يؤنسه، خصوصا إذا كان كبير السن فإنهم يخالطون الكلاب وتعايشهم ويعايشونها وتنام معهم في غرفهم وتأكل من طعامهم، حتى إن بعضهم يوصي للكلاب إذا مات عنده مال أوصى به للكلاب، هذا الكفار في شأن الكفار. وتروى قصة أن جماعة أو أسرة من الكفار كانت لهم بنت، وكانوا يغذون البنت إلى أن تبلغ 18 سنة، ثم يطردونها من البيت ويتركونها تعتمد على نفسها كما يقولون، ولا يسألون عنها ولا عن عرضها ولا عن عفتها ولا أين راحت ولا أين ذهبت. فيروى أن ناسا كان عندهم بنت، فلما بلغت سن 18 قالوا لها أخلي لنا الغرفة فإننا نحتاجها للكلب ولا تبقي فيها، فطردوها من أجل أن يسكنوا الكلب في الغرفة. هذه أخلاق الكفار وهذه عاداتهم وتقاليدهم. فمن العجيب أن بعض المسلمين أو أولاد المسلمين يقلد الكفار في اقتناء الكلب ومصاحبته معه في السيارة وفي المكتب وفي البيت تقليدا للكفار من غير حاجة. هذا عليه وعيد شديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينقص من أجره كل يوم قيراطان. والقيراط لا يعلم مقداره إلا الله، من قراريط الآخرة ليس من قراريط الدنيا. وجاء في بعض الأحاديث أن الواحد من القيراطات وزن الجبل العظيم، وزن الجبل العظيم. إذا كان ينقص من أجره كل يوم قيراطان، ماذا يبقى له من الأجر؟ والفائدة ما هي لتقابل هذه الخسارة؟ ما هناك فائدة. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا في الحديث الصحيح. كثير من المسلمين إما أن في بيوتهم كلاب أو فيها صور معلقة، وهذا يمنع دخول الملائكة. جبريل عليه السلام لم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم مدة أيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بذلك فسأل جبريل: لماذا؟ قال: في بيتك كلب. فبحثوا ووجدوا جروا تحت السرير ما علم به الرسول صلى الله عليه وسلم، أتى به بعض الأطفال فكان تحت سرير الرسول صلى الله عليه وسلم، فامتنع جبريل عليه السلام من الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخرج الكلب. فأنت كل يوم ينقص من أجرك قيراطان، والملائكة لا تدخل بيتك بسبب كلب تقتنيه، وماذا تستفيد من وراء ذلك أيها المقلد للكفار؟ فعلى أبناء المسلمين أن يتنبهوا لذلك. أخلاق الكفار ما فيها خير أبدا، كل أخلاقهم من هذا النوع ساقطة، كلها ساقطة وناقصة. والأخلاق الطيبة والرفيعة إنما هي في دين الإسلام الذي أعز الله المسلمين به. الواجب على المسلم أن يعتز بدينه وبإسلامه ولا يقلد الكفار. قد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، لأنه لو لم يكن يحبهم لما تشبه بهم،
أنت إذا أبغضت شخصا فإنك لا تقلده بل تنفر منه، أما إذا أحببت شخصا فإنك تقلده. التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، فليتنبه المسلمون لهذا الأمر، وهو اقتناء الكلاب سواء كلبا واحدا أو عدة كلاب. أما القطط فلا بأس باقتنائها في البيوت، لا بأس، لأن لها فائدة في البيوت، تأكل الخشاش والفئران وليس منها محذور، ولا تمنع دخول الملائكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها، تأكل من خشاش الأرض. دل على جواز اقتناء القطط إذا قام بحاجتها من الأكل والشرب ولم يحبسها على الجوع والعطش. أما الكلاب فلا، إلا في ثلاث مسائل استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك للحاجة فيها إلى اقتناء الكلب. أولا كلب الصيد الذي هذا الباب معقود لأجله، كلب الصيد المعلم لا بأس أنه يكون في البيت للحاجة، ولا ينقص من أجر صاحبه شيء لأنه مرخص فيه. الثاني كلب الماشية، إنسان عنده أغنام ويتخذ الكلب لحراستها لئلا تسرق أو يهجم عليها الذئب، فالكلب يحرسها لا بأس بذلك. الثالث كما ذكر أبو هريرة كلب الزرع، إنسان عنده مزرعة فيتخذ الكلب لحراسة الزرع، حراسة المزرعة، لا بأس بهذه الأمور باقتناء الكلب، إما للصيد وإما لحراسة الماشية أو لحراسة المزارع، لا بأس بذلك. وما عدا ذلك فإنه حرام اقتناء الكلاب، حتى إنهم ذكروا من الناحية الطبية أن الكلاب فيها عدوى، فيها حساسية، وفيها نجاسة، نجسة العين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل 7 مرات، نجاسة مغلظة، 7 مرات إحداها بالتراب، نجاسة مغلظة. وإذا اقتنى الكلب فلا بد أن الكلب يشرب من مائه ويأكل من أوانيه فيصاب بالأمراض، يصاب بالأمراض والنجاسات. فلا خير في اقتناء الكلاب إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من 3 المسائل، نظرا للحاجة، مع التحفظ من الكلب وجعل له مكان خاص وحفظ الأواني منه. نعم. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث وكان صاحب حرث. يعني أبو هريرة زاد في رواية أو كلب حرث على المسألتين الأوليين، الصيد والماشية، روى أبو هريرة أو كلب حرث يعني زرع. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه. أعد الحديث. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش،
فما رد عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وهذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. وذو الحليفة وادي معروف يحرم منه أهل المدينة، وتهامة المنخفض من الأرض، والمراد به المنخفض الساحلي تحت جبل السرات من جهة البحر، هذا هو تهامة. وأصابوا من الغنم والإبل، أصاب الصحابة من الغنم والإبل ما أصابوا من مال العدو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم كعادته صلى الله عليه وسلم، أنه مع أصحابه ومع الجيش والسرايا كان يكون هو الأخير، يتفقد الناس والضعفاء ويحمل العاجز ويعين المحتاج ويتفقد أحوال صحابته. وهكذا ينبغي للقائد أن يكون مهتما بما معه من الجنود والرجال، تفقدهم فيساعد العاجز ويحمل الذي ليس معه ظهر ويتولى شؤونهم، لأنه مسؤول عن ذلك. كان صلى الله عليه وسلم كعادته يكون في الأخير ولا يكون هو الأول أمامهم، لأن هذا يفوت عليه معرفة أحوال أصحابه ورفقائه. فكان لما أصابوا هذه الأموال كانوا جوعا، فيهم جوع شديد، فبادروا وذبحوا ونصبوا القدور بدون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حملهم على ذلك شدة الحاجة، ولم يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا خطأ حتى مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد أن الجيش أو السرية تراجع قائدها، ولا يكون هناك تصرفات فردية بدون إذن الأمير أو القائد، فما بالك بالرسول صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليهم وأنزل القدور وهي تغلي باللحم، وخلط اللحم بالتراب تأديبا لهم على ما فعلوا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قسم فجعل العشر من الغنم في مقابل البعير، جعل هذا من ناحية القسمة، لأن العشر تعادل البعير من ناحية القسمة. أما من ناحية الأضاحي والهدي فالبعير يعادل سبع، البقرة تعادل سبع من الضان. هذا أول الحديث، ومحل الشاهد لم يأتي بعد، محل الشاهد في أنه ند بعير، يعني شرد بعير، ولم يستطيعوا إمساكه، وليس فيهم خيل كثيرة يمسكونه على الخيل، فأهوى رجل إلى سهمه فأطلقه على البعير فحبسه، أصابه السهم فانحبس وتمكن القوم منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، يعني منها ما يشرد كما يشرد الوحش، هي أصلها متأهلة لكن أحيانا تصاب بالشرود لما أعطاها الله من القوة وسرعة العدو، فتند كما يند الوحش ولا يتمكن أصحابها منها. فحكمها حينئذ حكم الصيد،
أنها ترمى، فإذا ماتت بسبب إصابة الرمية فإنها تحل، ويكون هذا زكاة لها. ومن ثم قالوا إنما يعجز عن تذكيته في محل الزكاة، فإن زكاته بجرح في أي موضع كان من بدنه كالشارد والواقع في بئر ونحو ذلك. فهذا فيه الواقع أن هذا محله باب الزكاة ما هو باب الصيد، لكن له شبه بالصيد من حيث أنه يعامل معاملة الصيد، ويكون ذلك زكاة له، يكون ذلك زكاة له، ولا يسمى هذا صيدا، وإنما يسمى مذكى، لأن إلا أنه لا يقدر على تذكيته في محل الزكاة، فيكفي أن يجرح في أي موضع من بدنه. نعم. قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا. آخر الحديث أيضا في الزكاة، قال رافع بن خديج راوي الحديث: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا. هذا يدل على أنهم خرجوا غزاة، أنهم خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزاة قاصدين عدوا معينا. قال: إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، يعني سكاكين، فبأي شيء نذكي ما احتجنا إلى زكاته للأكل؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، يعني شق الجلد وأنهر الدم من المذكات فكلوا. فدل على أنه تحل الزكاة بالمحدد الذي يشق الجلد ويقطع الأوداج وينهر الدم، يعني يصب الدم كالنهر من قوته واندفاعه. دل على أن الحكمة من الزكاة هي استخراج الدم الذي في الحيوان، لأن الدم خبيث ومضر، فالحكمة في الزكاة هي استخراج هذا الدم من الأوداج حتى يطيب لحمه ويخرج ما فيه من الدم الخبيث. ما أنهر الدم يعني أساله، ما أنهر الدم يعني أساله. وذكر اسم الله عليه فكلوا، دل على أنه لا بد من الزكاة الشرعية بشرط التسمية على الذبيحة، كما قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالتسمية شرط للزكاة وحل المذكات، قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فدل هذا على شرطين من شروط الزكاة: الشرط الأول الآلة، وهي أن تكون محددا ينهر الدم، فإن كان مثقلا كالحجر والعصا وما يقتل بثقله فهذا وقيذ لا يحل، هذا هو الموقوذة. وهذا كما سبق أن المعراض إذا أصاب بعرضه إنه لا يحل لأنه من الموقوذة. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن، هذا استثناء، يستثنى من المحددات السن فلا يذكى بالسن. والظفر، ظفر الإنسان أو ظفر الحيوان لا يحل الزكاة به وإن كان محددا، هذا استثناء من المحدد. ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في أن السن والظفر لا يحل ما ذكي بهما وإن كان ينهر الدم، وإن كان محددا وينهر الدم فإنه لا يحل. ما العلة؟ قال صلى الله عليه وسلم: سأحدثكم عن ذلك، يعني أخبركم. أما السن فعظم،
هذه العلة أنه عظم، فدل هذا على أنه لا تحل الزكاة بالعظم وإن كان محددا، جميع العظام وإن كان محددا وينهر الدم إنه لا يحل الزكاة به. وأما الظفر فمدى الحبشة وهم كفار، مدى الحبشة يعني سكاكينهم وهم كفار، ولا يجوز التشبه بالكفار في هذا وفي غيره. نعم. قال: قلت يا رسول الله إن ألاق العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ القصب لا مانع منه إذا كان محددا، لا مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم، ما هذا عموم، واستثنى من هذا العموم شيئين فقط، السن والظهر. إذا ما عداه من المحددات فإنه يجوز الزكاة به، كالحجر إذا كان محددا، والزجاج والقصب والخشب، كل ما كان محددا ينهر الدم فإنه تحل الزكاة به، إلا السن والظهر فقط، شيئين فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. أعد الحديث. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. ليس السن والظهر بالفتح منصوب على الاستثناء، لأن ليس من أدوات بمعنى إلا، ليس هنا بمعنى إلا. نعم. ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. الأضاحي، والأضاحي من الذبائح التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الذبائح على قسمين: قسم يذبح للحم فقط، وقسم يذبح للتقرب إلى الله عز وجل، وهو الأضاحي والهدي والعقيقة، هذه تذبح تعبدا لله عز وجل. والله جل وعلا يقول: فصلي لربك وانحر، ويقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دل على أن الذبح على وجه التقرب أنه عبادة ولا يجوز إلا لله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر، كالذي يذبح للأصنام والأوثان والأنصاب، أو يذبح للجن أو للشياطين أو للأموات والأضرحة يتقرب إليها، كل هذا شرك أكبر. في السنة لعن الله من ذبح لغير الله كما في حديث علي رضي الله عنه، فالذبح لغير الله شرك، شرك أكبر، والذبح لله عبادة عظيمة، ومنها الأضاحي. والأضاحي ما يذبح في يوم العيد، عيد الأضحى أو عيد النحر وما بعده من أيام التشريق، تقربا إلى الله جل وعلا. وأصله الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله أمره بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، رأى رؤيا أن الله يأمره أن يذبح إسماعيل، لأنه إسماعيل هو أكبر أولاده وجاءه على الكبر، فأراد الله أن يمتحنه، أراد الله أن يمتحن خليله، هل يطيع الله ويذبح ابنه إسماعيل طاعة لله مع أنه أتاه على الكبر وليس له غيره، أو أنه يقدم حب الولد، يقدم حب الولد لأنه يحبه حبا شديدا. فإبراهيم عليه السلام قدم محبة الله على محبة الولد، وعزم على التنفيذ بعد استشارة إسماعيل عليه السلام. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
فعند ذلك باشر إبراهيم عليه السلام هو وإسماعيل أسلما وتله للجبين، ولم يبقى إلا أن ينفذ العملية منعه الله، لأنه حصل المقصود وهو تقديم محبة الله على محبة الولد، حصل المقصود. فبقي الذبح لا فائدة فيه لأن المقصود حصل. ولهذا قال الله: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني ما حصل منك يكفي في تصديق الرؤيا، قد صدقت الرؤيا. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، نعم، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء أي الامتحان العظيم. ما بعد هذا امتحان، ما بعد هذا امتحان. ومع هذا إبراهيم أطاع ربه وقدم محبة الله وطاعة الله على حب ابنه الوحيد الذي جاءه على الكبر. إن هذا لهو البلاء المبين. قال الله جل وعلا: وفديناه، أي فدينا إسماعيل بذبح عظيم، جاءه كبش من الجنة عظيم فذبحه فداء لإسماعيل عليه السلام. فصار سنة، صارت الأضحية سنة في بنيه إلى أن تقوم الساعة. هذا هو أصل الأضحية، الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وما زالت هذه السنة في بنيه، فلما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحيا هذه السنة وضحى عليه الصلاة والسلام وأمر بالأضحية إحياء لسنة إبراهيم. وكون الإنسان يقدم محبة الله على محبة المال، إبراهيم قدم محبة الله على محبة الولد، ونحن على الأقل نقدم محبة الله على محبة المال، فنذبح الكبش أو الكباش ونخسر عليها المال طاعة لله سبحانه وتعالى. هذا فيه دليل على محبة الله عز وجل، وأن المضحي يقدم محبة الله على محبة المال. هذا وجه الأضحية، فهي شعيرة عظيمة تذبح في، وسميت الأضحية من الضحى لأنها تذبح ضحى، ضحى يوم العيد، فسميت بوقتها أضحية. يقال أضحية وأضحية وإضحية، والمعنى واحد، ومعناها الذبح تقربا إلى الله جل وعلا في أيام، في يوم العيد وأيام التشريق، تقربا إلى الله جل وعلا وشكرا لنعمته وفرحا بالعيد وإظهارا للسرور، نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما، الأملح الأغبر وهو الذي في الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. نعم، صح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيا هذه السنة وعمل بها، فضحى بكبشين، وهما الكبش هو ذكر الظان، أملحين، والأملح هو الأسود الذي فيه بياض، أسود فيه بياض، هذا هو الأملح، الناس يسمونه أشهب وهو الأملح، لأن هذا أحسن الألوان، هذا هو أحسن الألوان الأملح. أقرنين يعني لهما قرون، يعني كامل الخلقة، ينبغي أن يكون الكبش كامل الخلقة بقرنيه وأذنيه ولا ينقص منه شيء، إلا أنه لا بأس بالأضحية بالخصي، لأن الخصاء من صالح اللحم، فالخصي أحسن لحما من الفحل، وإن كان هذا فيه نقص للخلقة لكنه فيه مصلحة للحم.
ذبحهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فهذا فيه دليل على أن الأفضل أن المسلم يباشر الذبح بيده لينال الأجر الكامل من الله جل وعلا، لأن هذه عبادة يباشرها بنفسه. وكما أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا في الهدي حجة الوداع، ذبح 63 بدنا بيده صلى الله عليه وسلم، ووكل عليا على ذبح الباقي. وكون الإنسان يتولى ذبح الأضحية بيده أفضل، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ووضع رجله على صفاحهما، أي على خديهما، وهذا من أجل إراحة الذبيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شهرته وليرح ذبيحته. فوضع الرجل على خد الذبيحة فيه إراحة لها من الاضطراب، فإذا وضع رجله عليها سكنت فأجهز عليها بسرعة وأراحها، أما إذا لم يضع رجله على صفاحها فإنها تضطرب، وحينئذ لا يتمكن الذابح من الإجهاز عليها فتتألم بذلك. نعم. قال رحمنا الله تعالى وإياه: كتاب الأشربة. يكفي. نعم. وإن شاء الله إلى ما بعد شهر ذي الحجة نعطيكم إجازة إلى بداية الفصل الثاني من الدراسة إن شاء الله، تكونون قد عدتم إلى الرياض واجتمعتم، فنبدأ الدرس إن شاء الله. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو أن رجلا رمى صيدا وبحث عنه فلم يجده، لو أن رجلا رمى صيدا وبحث عنه فلم يجده ثم بعد يوم وجده، فهل يجوز أكله أم أنه يعد ميته؟ كما سمعتم في الحديث، إذا غاب عنه ووجده بعد ذلك فإن لم يجد فيه إلا أثر سهمه فلا بأس أن يأكله، ولهذا قال: إن شئت فكله إن شئت، إلا إذا أنتن وتعفن فلا ينبغي له أن يأكله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو أصبت صيدا ثم إن هذا الصيد وقع في الماء ثم بحثت عنه بعد فترة فوجدته ميتا ولا أدري الماء قتله أم سهمي، فما أفعل؟ هذا سمعت الحديث فيه، يعني تبين نرد الحديث من أوله؟ سمعت الحديث أنه إذا كان رأسه في الماء ويحتمل أنه مات بالإصابة أو مات بالماء فإنه يترك، احتمال أنه مات بالماء يكون مشتبها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجب علينا في هذه البلاد أن نسأل صاحب المطعم أن دجاجه وطني أم مستورد من باب اتقاء الشبهات، أم أن الأصل في ذلك الإباحة؟ هم العلماء يقولون إنما يذبح في بلاد المسلمين، ما يذبح في بلاد المسلمين فالأصل فيه الإباحة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يأتون بالذبائح لا يدرون أذكروا اسم الله عليها أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا الله أنتم وكلوا، أي سموا تسمية الأكل، وأما تسمية الذبح فالأصل في المسلم العدالة حسن الظن، فما يذبح في بلاد المسلمين فمبناه على السلامة إلا إذا علمت خلاف ذلك. أما ما يأتي من بلاد الكفار وقد حامت حوله الشبهات في أنه يذبح بالصعق الكهربائي أو بوسائل غير الذكاة الشرعية، فهذا تتركه أحسن وأبعد عن الشبهة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أرسلت الكلب المعلم وسميت عليه وقلت بسم الله على الكلاب الأخرى، لا، ما يكفي السمي على كلاب، لازم كلب واحد معين. نعم. يقول أحسن الله إليكم: فهل يحل هذا الصيد إن أمسكنا مع كلبي المعلم؟ لا، سمي على كلاب الناس ما يصلح،
على كلبك فقط، أما كلاب الناس ما هي بلك تسمي عليها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا وجد كلبا آخر مع كلبه وعلم أن صاحبه ذكر اسم الله عليه فهل يأكل منه؟ إيش اللي يدريه أنه ذكر اسم الله عليه؟ إن كان سأله قال نعم أنا أرسلته وذكرت اسم الله عليه، زالت الشبهة، زالت الشبهة. نعم. أما إذا يقول أنه يمكن أنه ذكر اسم الله عليه، مسألة الاحتمال ما تكفي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الصيد بالنباطة؟ هذه من المثقل، من الوقيد. النباطة اللي يسمون حصاة صغيرة، حصى الخلف، هذه ما يحل ما مات بها لأنها وقيدة. نعم. لأن الحصى لا يقتل بحده وإنما يقتل بثقله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان معه، لكن ما ذبح بالرصاص، رصاص البندق أو الشوزل أو هذا مثل المحدد وأشد، يفري الجلد ويمر في البدن، هذا لا بأس، أشد من السهام الأولى. نعم. أما الحصات لا، الحصات ما تنفذ في الجلد ولا تدخل في اللحم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم استعمال الكلب الأسود في الصيد؟ الأسود البعيم هذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، إنه شيطان. نعم. لا يستعمل. أحسن الله إليكم سماحة. أما الكلب اللي ما هو بأسود بهيم فلا بأس، يعني فيه لون غير السواد ما يخالف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان معه كلبان أو أكثر ثم أرسلها وذكر اسم الله عليها جميعا، فما حكم صيدها؟ ما يصلح، لازم يرسلها على صيد معين، ما هو بهيئة الكلاب ويطلقها ويقول له تجيب ما أباكه، لا، شوف الصيد وترسله على صيد معين تطرده. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن إباحة صيد الكلب المعلم دون صيد الكلب الذي لم يعلم، فقال: فقد أثر العلم حتى في البهائم، فهل يطلق على كلاب الصيد أنها بهائم؟ ما في شك، هي من البهائم، البهيم الذي لا ينطق، البهيم اسم للذي لا ينطق من الحيوانات، فهي بهائم بلا شك. والكلب المعلم أفضل من الكلب غير المعلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز شراء الكلب ليكون كلب صيد أو حرث أو ماشية إذا كان لا يستطيع اقتناءه إلا بالشراء، وما حكم بيعه وشرائه؟ لا يجوز بيع الكلاب، لا يجوز، ورد النهي عنه، ورد النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، لا يجوز بيع الكلاب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز اقتناء الكلب لأجل حراسة البيت؟ لا يجوز، حراسة الماشية أو حراسة الزرع، أما البيت ما يتخذ الكلب لحراسته، بل لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم أكل الحلزون البري والبحري علما بأنه يطبخ مباشرة طهيا؟ والله أنا ما أعرف الحلزون، ما أدري وش، لكن إذا كان أنه ما يعيش إلا في البحر هو حكم السمك، نوع من السمك. نعم. أما إذا كان يعيش في البر أنا ما أدري عنه، ما أعرف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم أكل القنفذ لأنه يوجد عندنا في المغرب من يأكله بدعوى منافعه الصحية؟ فيه خلاف، القنفذ فيه خلاف، والثعلب فيهما خلاف، المالكية أوسع الناس في الأطعمة، يبيحون أكل القنفذ وأكل حتى أظن الحمر الأهلية يبيحونها، فهم ويستدلون بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس.
فهم من أوسع الناس في الأطعمة، والحنفية أوسع الناس في الأشربة، الحنفية أوسع الناس في الأشربة، ولذلك يبيحون النبيذ. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فهل يعني هذا أنه منهم في الكفر؟ يحتمل. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أقل أحوال الحديث أنه يدل على تحريم التشبه، أقل أحواله، وإن كان ظاهره يدل على كفر المتشبه. والتشبه أقسام، منه ما هو كفر كالتشبه بهم في دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، هذا كفر، ومنه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب كالبناء على القبور، هذا كبيرة ووسيلة من وسائل الشرك، ومنه ما هو معصية كالتشبه بهم في اللباس وفي حلق اللحية وإطالة الشارب، هذه معصية محرم لكن لا يقتضي الكفر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ومن التشبه ما هو مكروه كالتشبه بهم في ترك صبغ الشيب، هذا مكروه لأن الشيب ليس من صنعهم وإنما هو من صنع الله، لكن أمروا بتغييره فقط، بتغييره بغير السواد لأجل مخالفة اليهود، لأن اليهود لا يصبغون. نعم. هذا للكراهة ما هو للتحريم. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ولذلك بعض الأئمة وبعض كبار العلماء لم يصبغوا، لأن الصبغ ليس بواجب، يعني لم يصبغوا، لم يغيروا الشيب، لم يغيروا الشيب، لأنه حملوا على أنه للكراهة وليس للتحريم. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، والشيخ عبد اللطيف، والشيخ ابن سعدي، وكلهم لم يصبغوا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا تعارضت قاعدة الحظر مقدم على الإباحة، نعم، إذا تعارضت قاعدة الحظر مقدم على الإباحة مع قاعدة أن الأصل في طعام أهل الكتاب الحل في مسألة اللحوم المستوردة، فكيف نعمل في ذلك؟ من قال أن الأصل في أطعمة الكفار الحل؟ الأصل فيها التحريم إلا ما ذبحوه على الطريقة الشرعية. لو أن مسلما ذبح على غير الطريقة الشرعية حرمت ذبيحته ولا يقال الأصل الحل، فكيف بأهل الكتاب؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الفئران نجسة وخاصة عندما تأكل من الطعام، فهل ينجس الطعام بذلك؟ لا، ما ينجس. الهرة فما دونها في الخلقة هذا سؤره طاهر، سؤر الهرة إذا شربت أو أكلت طاهر، وكذلك ما هو دونها في الخلقة كالفئران نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الأكل وأنا واقف؟ يجوز، لكن مع الكراهة، مع الكراهة. الأكل وأنت واقف والشرب وأنت واقف مكروه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز إهدار المال لأجل التعزير والتأديب؟ محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ألا يجوز التعزير بمصادرة المال. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: خلط اللحم بالتراب ألا يكون فيه امتهان للنعمة وعدم شكرها؟ ما هو هذا امتهان للنعمة، هذا تأديب لهم لأنهم بيأكلونهم، فلعل الرسول فعل هذا لئلا يأكلوه، لأجل ينفرهم منه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا في الجزائر غالب المطاعم تستعمل اللحوم المستوردة من بلاد الكفار، وأحيانا نسألهم عنه هل هو محلي أو مستورد، فهل يجوز أكله إذا أجابوا بأنه محلي، علما بأن الذي يخبر بذلك قد لا يصلي؟ إذا سألتهم من باب الاستبراء للذمة فلا بأس، تسألهم من باب الاستبراء للذمة، وإذا أخبروك ووثقت من خبرهم
فلا بأس، ولكن كونك تتجنبها أحسن بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. ضروري أكل اللحم، كل من الفاكهة، كل من الرز، كل من الخبز، كل من الأشياء اللي ما تحتاج، من السمك، الأشياء اللي ما تحتاج زكاة، من التمر، الخير كثير ولله الحمد، ما هو لازم تأكل لحم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أكل الطير من الصيد إذا أرسلته، فهل أترك الصيد ولا آكله مثل صيد الكلب؟ فهل إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: إذا أكل الطير من الصيد خاصة. لا، الطير يقولون ما يخالف لأنه ما يقبل التعليم. الكلب تأدبه، إذا وجدته أكل تضربه ويعرف أنك ضربته علشان الأكل فيتركه. فأما الطير فهو ما يدري، لو ضربته ما يدري، ما يقبل التعليم في هذا. نعم. فلا مانع أنه تأكل مما أكل منه، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأكل مما أكل منه الطير، وإنما ورد النهي عن الأكل مما أكل منه الكلب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه استدل بالقياس على جواز كلب الحرث؟ لا، هذا رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن يضيف للحديث شيئا من عنده، وهو الراوية المعروف الحافظ الذي هو أحفظ الصحابة وأكثرهم رواية للحديث. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وهل يجوز اقتلاء الكلاب لحراسة السجون وكشف الممنوعات الضارة؟ هذا عاد شيء آخر، الكلاب البوليسية هذه يجوز استعمالها لأن فيها مصالح لكشف المخدرات والأشياء، كما أنه تستعمل أن القائف يؤخذ بخبره ومعرفته للأثر، فهذه أشياء يحتاج الناس إليها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم أكل صيد الجرابيع إذا صيدت بعصا؟ إن ماتت بالعصا فيما تؤكل، أما إذا أدركها حية وذكاها فلا بأس، أما أضربها بالعصا سواء الجرابيع أو أي شيء، أو الأغنام أو الصيد، ما يحل، لأن هذه موقوذة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل كان قبل بلوغه يسرق من المحلات التجارية بعض المواد الغذائية والنقود، والآن بعدما كبر تاب، فماذا يجب عليه مع أنه لا يعلم مقدار ما أخذه؟ إن كان يعرف أصحاب هذه المحلات يطلب الإباحة منهم أو يرد عليهم ما أخذه منهم، إن سامحوه، وإلا يرد عليهم ما أخذ منهم، لا تبرأ ذمته إلا بذلك، لأن حقوق المخلوقين لا تسقط بالتوبة، لا بد من ردها عليهم أو طلب مسامحتهم. ما إذا كان لا يعرفها فإنه يقدر ما أخذه ويتصدق به على نية أن الأجر لأصحابه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل اشتراط عدم أكل الجارحة خاص بالكلاب وما له ناب، أم أنه عام في الكلاب وكل ما له مخلب؟ الله يهديكم، قلنا هذا خاص بالكلاب، أما الطير جوارح الطير فلا يشترط أنها ما تأكل، لا تأكل صيدها ولو أكلت منه، لأنها لا تقبل التعليم في هذا ولا يؤثر فيها التعليم في هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الشروط في أكل ذبيحة أهل الكتاب، وهل يلزم أن يسمون عند الذبح، لأن بعضهم لا يسمون عند الذبح أو يسمون باسم عيسى عليه السلام؟ إذا علمت أنهم يسمون غير اسم الله فلا تأكل، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، أو ما وما أهل به لغير الله، هذا مما أهل به لغير الله فلا تأكل منه، سواء ذبحه كافر أو منتسبا إلى الإسلام، لأن هذا شرك، لا تأكل منه. أما إذا لم تعلم فأنت تأكل منه، لأن الله قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فالله أباحه لنا، وإن لم نعلم أنهم سموا أو لم يسموا، إلا إذا علمنا أنهم سموا باسم غير الله فإنه شرك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا صدم الكلب الصيد فمات الصيد من أثر الصدمة، هل يعتبر الصيد موقوذا ويكون حكمه كحكم المعراض إذا قتل بعرضه؟
فيه خلاف، بعض العلماء نعم يقول أنه ما يحل لأنه مثل المعراض، وبعضهم يقول يحل لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، كلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يستثني فيقول ما صدمت. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إذا شرد الجمل ولم أتمكن من إمساكه فأطلقت عليه مسدس ونسيت أن أذكر اسم الله، فهل يحل هذا الجمل؟ أي نعم، حتى لو أنك تبي تذكيه وماسكه تذكيه ونسيت تسميه هو حلال. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فتسقط التسمية عند النسيان. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إذا سقط الصيد من قمة الجبل فهل يجوز أكله؟ لا، إذا تردى فهذا يعني إذا أنت ضربته بالسهم وسقط هذا محتمل أنه مات بالإصابة أو مات بالسقطة، هذا من المشتبه، تركه أبرى للذمة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يصح أن إبراهيم عليه السلام عندما أراد ذبح ولده إسماعيل وسوس الشيطان له 3 مرات وكان كل مرة يرميه بسبع حصيات، وهذه الأماكن التي رماه فيها هي الجمرات 3 في ميناء؟ هكذا يروى والله أعلم. نعم، هكذا يروى والله أعلم، أنه يعرض له ثم يرميه بالحجارة في هذه المواطن، فنحن نحيي هذه السنة. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: من اقتنى حماما أو غيرها من الطيور والأرانب والدجاج، من؟ يقول: من اقتنى حماما أو طيورا والأرانب والدجاج وليس له قصد من ذلك إلا لأجل أن تأكل الأكل الزائد، فهل يجوز له ذلك؟ ما في مانع، ما في مانع من اقتناء المباحات، إلا إذا اقتنى الحمام من أجل المسابقة عليه وأخذ الجوائز أو اللعب به، هذا لا يحل ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: كيف توزع وتقسم الأضحية؟ 3، السنة 3، يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، هذا هو السنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم ربط أرجل الذبيحة عند الذبح تسهيلا للذبح، علما بأن ربط أرجلها عند الذبح ومنعها من الحركة يقلل من خروج الدم؟ لا، ما تربط، هذا يصير أشد لتعذيبها، لأن حركتها برجليها فيها راحة لها وفيها تخفيف للألم، فلا يربطها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: يقول أحسن الله إليكم، بعض الناس يقومون بتربية الأغنام ذات السلالة الجيدة ويقومون بغسلها وتنظيفها ويقام لها سوق خاص وتباع بأثمان غالية، فهل يجوز ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا من الإسراف والتبذير والبذخ، ولا يجوز هذا، المبالغات وإنفاد المال بمثل هذه الأمور وهالمسابقات، هذه حرام، مسابقة عليها وأخذ الجوائز عليها حرام، نأكل المال بالباطل. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إذا لويت وثنيت يد الشاة خلف رقبتها فهل يجوز، وهل يكون فيه تعذيب لها؟ يجوز أنك تجعل يدها تحت رأسها من أجل راحتها، أما تلوي رجلها أو يدها تلويها هذا تعذيب لها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إذا سافر الرجل وقت عيد الأضحى وترك زوجته تضحي وهي ستوكل شخصا آخر ليذبح لها، فهل يشترط أن تمسك على شعرها أو أظافرها؟ إذا كانت يضحى عنها فلا يحرم عليها أخذ شعرها، إنما هذا على الذي يريد أن يضحي عن نفسه وعن غيره، الذي يريد أن يضحي عن نفسه وعن غيره هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا أو من أظفاره كما جاء في الحديث، أما من يضحى عنه فلا، لم يرد في الحديث أنه لا يأخذ. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل:
هناك الكثير من الحجاج يذبحون الهدي إذا كان جبرانا أو للشكران ويتركونه ويحوزه بعض الأشخاص ويبيعونه بعد المساومة عليها من قبل المشترين، فهل يجوز شراؤها للانتفاع الشخصي بها وبحجة أنها ستفسد إذا تركت في الطرقات وبجوار المسالخ؟ لا يجوز هذا لهم، لمن عليه الواجب لا تبرأ ذمته بذلك إنه يذبحها ويخليها، إلا إن كان عندها فقراء. إذا كان عندها فقراء يأخذونها ويأكلونها فلا بأس، إما أنه يذبحها ويسلمها لهم، وإما أنه يذبحها عندهم ويتركهم يأخذون منها، فلا بأس. إما أنه يذبحها بمكان ليس فيه فقراء ويجي ناس يبيعونها وهم هم فقراء، هذا لا يجوز ولا تبرأ ذمته بذلك.